وزير الشباب والرياضة موجود في السنغال وبيتابع الترتيبات بتاعة رجوعهم. سيادة الوزير برحب بحضرتك معانا يا فندم. مساء الخير أستاذ شريف. مساء النور، أهلا بحضرتك معانا وهارد لك لنا كلنا، بس يعني طمنا عليك وعلى الناس اللي هناك كلها وإيه اللي بيحصل؟ لا هو كله كويس، هو في البداية بس في ضغط طبعا كان كتير جدا أكتر من اللازم في الحقيقة، وكان في شحن كتير وكبير، ويعني فعلا الجماهير بتاعتنا المجموعة اللي كانت موجودة اتحدث عليها يعني ميه وحاجات من هذا القبيل يعني. وفي الحقيقه تدخلنا انا ومعالي السفيره الحقيقه مع المسؤولين والسلطات، امنوهم في يعني الدرجه اللي فوق ومعاهم، بحيث ان هو يعني الحمد لله، وبرده في خروجهم طمنا يعني كلهم ركبوا التوكلات وطريقهم للمطار دلوقتي يعني. ايوه،